بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى، ومن خلال هذه الحلقة يسرنا أن نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملك. السلام عليكم الشيخ عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحييك تحية مباركة، وأسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، كما أحيي إخواننا القائمين ببث هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم وأن يثيبهم، كما أحيي إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع، إنه ولي ذلك، اللهم استعان. أيها الإخوة، نستقبل أسئلتكم واتصالاتكم على جوال البرنامج للرسائل النصية فقط 0501785536. بداية مع الشيخ عبد الله، بارك الله فيكم، هذا يسأل عن قول ما شاء الله، هل يلزم أن في حال التبريك أن يربطها بقول ما شاء الله تبارك الله، وما هو الضابط الشرعي في ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله نفتتح هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك، والله المستعان. هذا أقول ما شاء الله، الحقيقة حينما يعني الإنسان حينما يتأمل في هذه الكلمة فقط ما شاء الله، ما نافية وليست ولا يمكن أن يتصور أن تكون اسم موصول، الذي شاء الله. طيب الذي شاء الله أين الخبر؟ هم موجود. ما شاء الله نقول نافية، بل شاء الله ما شاء سبحانه وتعالى. أما أن حنا ننفي عن رب العالمين المشيئة، فهذا في الواقع فيه إشكال. ولهذا جاءت آية الكهف، ولولا دخلت جنتك قلت ما شاء الله، بس ما شاء الله الذي تكمله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فهذه الآن آية كاملة، كلمة صحيحة كأحسن ما يكون، وهي حق لله سبحانه وتعالى بأن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. فينبغي لنا في الواقع أن نتنبه إلى هذه الكلمة دائما، ما شاء الله ما شاء الله، إلا الله سبحانه وتعالى شاء ما شاء، ولا يمكن أن ننفي عن رب العالمين المشيئة. وبناء على هذا فينبغي لنا معشر المسلمين أن نتنبه إلى هذه الكلمة، وأن ننظر الآن ماذا تدل عليه. هي تدل على أحد أمرين، إما ماء، هذه ماء، إما أن تكون نافية أو تكون موصولة، الذي شاء الله هذا المعنى موصولة، هذه إذا كانت موصولة. لكن طيب الذي شاء الله وين هو؟ وش هو؟ أين الخبر؟ مجهول، مفقود، ما فيه. فإذا لا تزال الجملة ناقصة. أو أن نقول إن ماء نافية، ما شاء الله، الله ما شاء، بل الله سبحانه وتعالى شاء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالحقيقة إن هذه الكلمة ينبغي لنا أن نتنبه فيها، وأن نعطيها ما تستحقها من الكمال. فإذا قلنا ما شاء الله، ما نقول ما شاء الله بس، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، أو ما شاء الله يكون، يعني على أساس أن تكون موصولة ويكون هو الخبر. فبناء على هذا فينبغي لنا أن نتنبه إلى هذه الكلمة، وأن لا نكتفي بكلمة ما شاء الله، فهي في الواقع إما أن تكون موصولة مبتورة ناقصة، وإما أن تكون نافية مشيئة الله، وكل ذلك لا يصلح، حفظكم الله. نعم، جزاك الله خير يا شيخ عبد الله. هذا يسأل يقول: كيف يتوضأ المريض إذا كان قد أجرى عملية جراحية في أنفه ويضره غسل وجهه وأنفه بالماء؟ والله إذا كانت العملية في أنفه فقط ولا يضر الماء إلا وجه، إلا يعني موضع محل العملية، ومحل العملية خاص بأنفه فقط،
فيمكن أن يغسل بقية وجهه كجبهته وخديه ولحيه وشفتيه ونحو ذلك، ويبتعد ويبعد الماء عن العملية أو عن محل العملية الذي يؤثر على العملية نفسها، وفي نفس الأمر يمسح على هذا المسح اللي هذا يمسح عليه، والحمد لله كعلى كل حال يعني الجبيرة ونحو ذلك. طيب إذا دخل الإنسان في الصلاة الشيخ يقول ثم أحدث، هل يجب عليه أن يستمر في صلاته حتى لا يقطعها ويضطر إلى تخطي الصفوف الخلفية وإرباكها؟ ينبغي له أن يقطع صلاته، ورسولنا صلى الله عليه وسلم وجه مثل هذا. إذا حصل للإنسان في صلاته ما ينتقض به وضوءه فيخرج ويمسك فمه كأن فمه مرعف أو شيء من هذا، على أساس أنه يبرئ سمعته من أن يعني يظن بشيء أنه أحدث في الصلاة أو كذا أو شيء من هذا. وبناء على هذا فالحاصل أنه ينبغي له أن يقطع صلاته وألا يستمر في صلاته وهو على غير طهارة. هذه السائلة تقول أنا امرأة أسقطت في الشهر الثالث منذ عام تقريبا ولم أصلي حتى طهرت، وقد قيل لي كان عليك أن تصلي، فماذا أفعل وأنا لا أعرف عدد الأيام بالتحديد؟ والله لعلها يعني لعلها فيها، وهي الآن لها وقت طويل في هذا، لكن لعلها تصلي على كل حال ما شاء الله. هل يعني عليها صلاة يا شيخ؟ طالما أن الآن سقطها ثلاثة أشهر أو شيء من هذا، يحتمل أن يكون يعني لعلها تخمن كم يوم من الأيام اللي تركت. نعم عليها صلاة، الصلاة عليها صلاة، لأن الدم الذي معها ليس دم نفاس ولا دم حيض، وإنما هو دم فساد، ودم الفساد كدم المستحاضة، يعني لا تترك له صلاة ولا صياما. وبناء على هذا فينبغي لها أن تتحرى هذه الأيام وأن تقضيها، ويعينها الله عليها. أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول أنا كثير الوساوس في الصلاة والسرحان ولا أدري ماذا قلت في صلاتي، فبماذا تنصحونني بارك الله فيكم؟ والله على كل حال النصيحة أنصحك ونفسي بضرورة الاهتمام بالصلاة، وأنك أمام رب العالمين. لو كان الواحد منا الآن أمام وزير ولا ملك ولا نائب ملك ولا على كل حال رجل ذو مقام رفيع، ماذا يكون؟ هل يكون هناك سهو ونسيان وكذا، ولا يكون هناك اهتمام بالموقف نفسه؟ فعلى كل حال فينبغي أن حنا نعنى الآن أمامك رب العالمين، وهذه الصلة التي ينبغي لك أن تعنى بها العناية التامة، صلة بينك وبين ربك. وبناء على هذا لو على كل حال أخونا السائل يعني اهتم بهذا الموقف الاهتمام البالغ، لساعده هذا الاهتمام على إبعاد الكثير من وساوسه. نعم بارك الله فيكم. هذا يقول هل تلزمني الإقامة للصلاة إذا كنت منفردا؟ والله ينبغي للإنسان أن يقيم، وأن كذلك يؤذن. بعض أهل العلم قالوا ليس على المنفرد شيء، ولكن ما ورد آثار متعددة، وهي أن الإنسان حتى ولو كان في الخلاء في البر الحالة وأذن فلأذانه أثر كبير في سماع من ينتفع بأذانه في الصلاة ونحو ذلك. وبناء على هذا فعلى كل حال يعني مسألة الإقامة والأذان للمنفرد محل خلاف بين العلماء، ولكن الاحتياط أنك تقوم بذلك والحمد لله وتحصل في ذلك خير. ثم هذه الكلمات التي هي كلمات الأذان فيها شهادة لا إله إلا الله، فيها تعظيم الله أنه أكبر سبحانه وتعالى من كل كبير، فيها الحظ على الصلاة والعناية بها،
فيها الترفض بكلمة الإخلاص، أشهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذه الكلمات العظيمة التي فيها الخير وفيها الأجر العظيم. على كل حال، يعني حينما يحافظ عليها الإنسان فله بها أجر عظيم من رب العالمين. أحسن الله إليكم. هذا يسأل ويقول: لي مبلغ في المال وألاحظ عليه زيادة طفيفة حقيقة، هل هذا ربا وكيف أتخلص منه؟ والله أنت تستطيع أنك تسأل الجهة التي مالك عندها، تقول: أنا ألاحظ بأن مبلغي مثلا 10,000 مثلا، ولكني رأيت أنه 11,000، 10,005، منين هالزيادة؟ فاسأل منين الزيادة. والله ممكن يقولون: والله إحنا منا عليك واستثمرنا مالك، وهذه زيادة ربح لك. أو أن يقولون: والله هذا جاءك على كل حال يعني طريقة ربوية، ولكن إحنا وزعنا على المجموعة كلهم فوائد ربوية وعطيناك حقك منها. فإذا قالوا له ذلك، ينبغي له أن يتخلص من هذه الفائدة الربوية، لأنه لا يجوز له تملك. نعم، أحسن الله إليكم. نتوقف مع هذا الفاصل ثم نعود بإذن الله تعالى. أهلا وسهلا بكم مجددا، وبضيفنا الكريم معالي الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع. الشيخ عبد الله، هذا يقول: إذا سئلت عن شخص ما خاطب من عائلة وتحدثت عنه وذكرت بعض السلبيات، هل هذا فيه غيبة؟ لا والله ليس فيه غيبة، وإنما هذا فيه نصح، محض النصح. وعليك حينما جاءوا إليك وسألوك، عليك أن تمحضهم النصح وأن تخبرهم بما تعرفه عنه. ممكن أن تقول: ترى والله هذا الذي أعرفه، ومن الجائز أن يكون خبري إليكم ما هو صحيح أو يحتاج إلى مزيد من التأكد، لكن هذا الذي أعرفه عنه، وذمتي تبرأ من أني لم أمحض لكم النصح. وإن اعتذر عن الإجابة؟ لا ينبغي له أن يعتذر عن الدين والنصيحة. جميل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامة المسلمين. فينبغي لك أن إذا استنصحك أخوك المسلم فعليك أن تبذل النصح وأن تبذل المعلومات التي يريدها. وإذا كان والله الأمر لو مثلا تقول يقول لك: وش رأيك في فلان؟ ممكن أقول: وش علاقتك بفلان؟ وش تبي بفلان؟ ما أعرف عن شيء، أو الله أعلم. لكن إذا جاء وقال: والله أنا الآن أبي أرتبط به وأحب أني أعرف عنه، ولعل عندك معلومة عنه، فينبغي لك أن تمحض النصح لأخيك. وأما إذا كان ما له علاقة فاعتذر. نعم، وله أجر إذا أعطاهم بعض المعلومات. أكيد له أجر. والله له أجر. كنت مريضا وفاتتني بعض الصلوات وأريد أن أقضيها، فما طريقة ذلك؟ أبدا، تقضيها في الحال وعلى الفور، على الفور. ما يعني بعض الناس يقول: والله أنا علي صلوات، وبناء علي مثلا نصف شهر أو شهر، أبجلس شهر كامل وأنا كل وقت أبقضي معه وقت مثله. الظهر أبصلي معه الظهر وبستمر على هذا الشهر، العصر كذلك. نقول: هذا غلط ولا يجوز، بل ينبغي لك أن تقضي هذه الفوائد فورا ومرتبة، فورا في الحال. هتقول: والله بخليها الباتر عقبه واللي وراه، لكن كون أنك تتعب بعد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا تعبت فلا بأس أنك تستريح وتعود مرة ثانية للإكمال. لكن أما مسألة أنك والله أنك ترتبها على أوقات أخرى، فهذا في الواقع مع الأسف الشديد أخذ به مجموعة من الناس على سبيل الخطأ،
مع أن الفوائت يجب أن تقضى مرتبة وعلى الفور، مرتبة ما تقضي المغرب قبل الظهر أو قبل العصر، بل تبدأها الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الفجر، الظهر، وهكذا. هذا 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 الترتيب. الفورية في الحال، ما تقول الله بي اليوم أبي أقضي لي يوم واحد وبكرة يوم ثاني وعقب ذا، وما ذي بفورية. فورية أنك تقضي إلين تتعب، وإذا تعبت لا بأس أنك تستريح. أحسن الله إليكم. الشيخ عبد الله هذا يقول: من دخل المسجد ولم يجد مكانا في الصف الأول، فهل يصلي منفردا لوحده مع علمه أنه سيأتي من يصف معه، أم ينتظر حتى يأتي من يصلي معه؟ والله في الواقع هذه محل خلاف بين العلماء، ومجموعة كبيرة من أهل العلم أجازوا بأن يصلي الإنسان، يصلي الإنسان في الصف الحاله إذا لم يجد أول ما هنا يحرص على أن يجد. وبعض أهل العلم قال بعد كذلك لو جر واحد من الصف الذي أمامه بطريقة هادئة كذلك غير مسرية، وإذا وجد عنده شيء من التمنع يتركه ويروح يجيب واحد ثاني هكذا. وبعضهم قال لا، كونك بعد كذلك تحرمه من الصف الذي هو أفضل من صفك وتحرمه من أجره، فعلى كل حال مع أنه ما هو إن شاء الله محروم من أجره حينما يساعد أخاه، وهو أجره الله سبحانه وتعالى إن شاء الله تعالى أنه مدخل له. يقول: ما حكم قلب النية من الفريضة إلى النافلة؟ من الفريضة إلى النافلة لا بأس بذلك، ولكن لا يجوز العكس. مثلا أنت الآن تصلي النافلة ثم أقيمت الصلاة، تقلب نيتك إلى فريضة، هذا لا يصح، بل يجب أن تكون النية إذا أردت قلبها أن تكون من أعلى إلى أدنى. يقول: بماذا تدرك الجماعة؟ تدرك الجماعة بإدراك الركوع من آخر ركعة. والتشهد يا شيخ؟ لا، هناك من أهل من قال لكنه قول ضعيف، وحتى كذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الجماعة تدرك بإدراك ركعة، والركعة تدرك بإدراك الركوع. يقول: ما حكم أو ما هو فضل الدعاء بظهر الغيب لمن أحب؟ جزاك الله خير إن شاء الله تعالى، أنك إن شاء الله ستحصل على أجر وتحصل على مثل هذا الدعاء إذا أخلصت دعاك إلى أخيك وهو يستحق ذلك. لي عقار وله دخل غير سنوي يؤجر لمدة 9 أشهر، فهل تجب الزكاة في أجرته؟ الزكاة ما تجب إلا بعد مرور الحول الكامل 12 شهر 360 يوم، إلى منها تمت. هذا تم على المال الزكوي 300 يعني 12 شهر فالزكاة واجبة فيه على ما فصله العلماء رحمهم الله في تفصيلات وترتيبات الزكاة. هل في الألماس والجواهر غير الذهب والفضة زكاة؟ نعم، إن كانت معدة للتجارة للبيع والشراء فهي عروض تجارة، وينبغي أن تثمن في آخر العام بعد مضي عام عليها، ثم تخرج زكاتها من قيمتها. تقول: عندي ذهب ولكن لا أستخدمه إلا في الزواجات والمناسبات، هل عليه زكاة؟ الذي عليه جمع من أهل العلم على أن الزكاة لا تجب عليه إلا إذا كان معدا للتجارة أو للإجارة، كذلك بعض أهل العلم كذلك أضاف الإجارة إذا كان أجره، وأما إذا كان معدا للاستعمال فلا زكاة فيه، وهذا حكمه حكم الأموال المقتنة. الأموال المقتنة الإنسان ممكن يكون عنده مثلا 5 ثياب 7 10 20 ثوب، عنده لما كذا، عنده مثلا 4 سيارات 5 سيارات 10 سيارات، لكن كلها للاستعمال، فكذلك عنده ذهب معد للاستعمال وللمناسبات فلا زكاة فيه. هذا الذي عليه جمع من أهل العلم، وعليه عندنا في المملكة الفتوى.
هل العمالة المنزلية من أهل الزكاة؟ الله بغض النظر عن يكون عمالة الزكاة منزلية أو غير منزلية، لكن إن كان فقيرا فهو مستحق. لو على كل حال جاء والله واحد من العمالة اللي من أندلوسيا ولا من أي بلد من البلدان الفقيرة واشتغل عندك، ولكنه عنده عائلة في بلده، عنده عائلة وعنده مستلزمات مالية وكذا، وهو يعد من الفقراء والمساكين ولو يشتغل عندك وبراتب، لكن يمكن راتبه ما يكفيه، فإذا تعطيه من الزكاة لأن هذا من أخوانك المسلمين سواء كان مسكين فقيرا أو مسكين. يقول إني أعطي بعض العمال وأقول لهم خذ هذا المبلغ وادعي لي، ما حكم ذلك؟ ما خالف ادعي لي، هذا ما هو ليس على شرط، وإنما هو كما يقول الأخ لأخيه: يا أخي أنت مسافر لا تنساني من دعائك الصالح. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد جاء يودع رسول الله لأنه ذاهب إلى مكة، فقال: لا تنسنا يا أخانا من دعائك الصالح. نعم بارك الله فيكم. دفع الزكاة لبناء المساجد ما حكمه؟ والله مجموعة كبيرة من أهل العلم قالوا لا يجوز، والموضوع هذا بحث في هيئة كبار العلماء في المملكة، وقالوا بأن المباني المتعلقة بالمساجد أو المدارس أو المستشفيات أو المرافق العامة المخصصة لمنافع المسلمين هذه ليست داخلة في الأصناف الثمانية، وبعض أهل العلم قالوا بل هي داخلة في الأصناف الثمانية، فهذه من سبل الله وسبيل الله أحد الأصناف الثمانية. فالمسألة بحثت في هيئة كبار العلماء، ويعني وصدر القرار بالأكثرية على أن سبيل الله خاص بالجهاد في سبيل الله وجميع ما يستلزم الجهاد في سبيل الله، ومن ذلك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ: كيف أحقق حسن الظن بالله سبحانه وتعالى من خلال دعائي ومن خلال أيضا عملي الخيري؟ الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى من يؤكد قوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وعندنا القرآن مليء بالآيات العظيمة التي تكفل للعامل عملا صالحا ما عند الله سبحانه وتعالى له من الأجر على سبيل التفضل والإحسان. أحسن الله إليكم. يقول بارك الله فيكم: ما حكم تكرار العمرة في أكثر من شهر، حيث أنني سمعت أنه لا بد من العمرة بعد 40 يوما؟ ما صحة هذه المقولة؟ هذه المقولة لا تستند على مستند صحيح، وإنما رسولنا صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها يعني يومها خلصت من أعمال الحج، والحج كذلك حجها قارنة يعني معها عمرة وحج، ومع ذلك يعني معنى ذلك أنها في يومها خلصت من أعمال العمرة كما خلصت من أعمال الحج، ومع ذلك طلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة مستقلة وأذن لها صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني جواز ذلك، وليس لنا ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أما القول بأنه ما ينبغي تكرار العمرة، ما ينبغي كذا، ما ينبغي كذا، على كل حال هذا أمامنا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعل ثابت ثبوتا كاملا، ليس لنا غير ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير يا شيخ على ما قدمت، وبارك الله فيك. أنا أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإدارة المباركة، وأسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن استمع القول فاتبع أحسنه، وأن لا يجعل هذا آخر عهدنا بإخواننا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، عضو هيئة كبار العلماء، المستشار في الديوان الملكي. جزا الله الشيخ خير الجزاء وجعل ذلك في موازين حسناته، ونسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل شر ومن كل سوء ومن كل مكروه. نلقاكم على خير بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.